اوكي التراك اللي انا منتظره صراحه اللي هو عيشها بعافيه. التراك نزل في اوكي حسن شافعي، برو حسن شافعي موجود، هذا تبع عربس كوتالنت صح؟ عمري ما سمعت له ولا شيء صراحه. وناسي اجرم، التراك نزل من شهر من جد متاخر، من جد متاخر. ان شاء الله يكون في كلمات بس. اوكي مروان بابلو مع ناسي اجرم، ما في شيء مستحيل صح؟ حاجة مش عادية، خطوتي غير مش هي هي، مظبوطة ظبطة على الدقات، بوم 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 بوم، مش تقليدية. تتوقع هو اللي سوى الميكس ماستر او الشغل عامة؟ ليركس منا ومروان بابلو. اوكي على فكرة الفنانين من الجو، الفنانين المخمليين، ناس حسن شافعي وناس عجرم زي كذا، البشر هذولي ترى ياخذ تجيهم الليركس جاهزة، فهمت عليه؟ لكن هم لازم يعني كل ما عليهم يسووا انهم يركزوا على طبقات صوتهم، فهمت عليه؟ والجو هذا او اصواتهم. فتلقى مروان بابلو هو كتب البار تبعه، ومنا كتب او كتبت للاثنين هذولي حسن شافعي وناس عجرم. اوكي ميكس حسن الشافعي، اوكي ماسترينج مايك بوزي. اوكي وإيهاب عبد الواحد سوى الميلودي او البيت يعني. اوكي ليتس جو مظبوطه ظبطه على الدقات، بوم 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 بوم، مش تقليديه ايزي، وده الحلو اللي فيا، قلبي ماشيه كده وبثبات، بوم 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 بوم، يا وراه ما هو ده اللي رايق، عايشة بعافية ومش بالعافية، مزاج لايق عليا، خطير خطير خطير، احساس خطير حسني صراحة. ما ادري، ما اقدر اتخيل كيف مروان بابلو الحين بيغني في البيت هذا او في التراك هذا. انا قاعد اوقف كل ثانيتين، لسه ما وصلنا دقيقة وكلامي كثير، سوري. شي جس سي با 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 قاعد تسوي الاد لبس يعني والناس يعجروا. اسمع شن الشو عافية لو قبل الشو، مني شاب زو دي مني كادو، عالبيت بنزل بابا، لو سألتوا مين عارفين اني بابا، الشغلة دي سهلة جيت عشان افا يا هي. اوكي يعني حتى الاد لبس داخلة في الموضوع. اوكي نايس يعني خطوة حلوة لمروان بابلو، فهمت عليه؟ ونانسي عجرم برو، نانسي عجرم داس جوت يعني، فهمت علي؟ داس جوت نيم يعني من الاخير من الفن العربي عامة. ما ادري دقيقة خليني اشوف شيء واحد على السريع. ويت نانسي، لان الاسم هذا من زمان، من ايام المتوسطة قاعد اسمع الاسم هذا، فهمت علي؟ نانسي عجرم ويت يا 39. اوكي 38 او 83 ماي 16. الو معاكم بابلو، واحدة انتظار داخل بالتوكسيدو ظابط النظام، جاي عشان الشو عافية لو جاب الشو، مني شاب زو دي مني كادو، عالبيت بنزل بابا، لو سألتوا مين عارفين اني بابا، الشغلة دي سهلة جيت عشان فون فون، قلبي زي الباي كبير حاسس اني بابا. اوكي مستغربش اني بودي بكيف انا بعدي، بتجدع على قدي بالبن حتى العالم كله، حتى لو هلعبها سولو، قلبي فوت في الحديد الاحساس ده، خطير احساس خطير، حاسس اني بطير، قلبي ده
ما اظن بيغني احمد حسن شافي صح؟ لانه خلاص التراك ما بقى له شيء. قلبي ده بيتي لو يوم انا توه انا قلبي دليل اوكي اوكي على الله ما تحسبهاش عيشها بعافيه ما تعيشهاش احنا اللي سايقين وما زلنا سابقين مرتين ما فكرش اصل المود ده خطير خطير دايما بتراعي قلوب. ويت الموضوع اعلان اوكي زيت عافيه اوكي هذا يفسر القلوب اللي كانت مرسومه بكثره يعني في الاوراق الشجر والشجره نفسها والامواج تبع البحر فهمت علي ماشيه زي الهارت بيت عافيه اوكي برو كذا نقدر نقول انه مروان بابلو يعني صاير احد الاسامي اللي انعرفت عالميا كذا فهمت علي اوريدي يعني او اتليست العالم العربي هاندز اب كذا كلهم يعرفوه يعني فكره انه تغني مع نانسي عجرم ونانسي عجرم نعرفه يعني هي وتاريخها وجمهورها فهمت علي وزي كذا فشيز ا جوت اجين يعني حسن شافي اكيد كمان جوت فا يو بيج اب بيج اب بيج اب بيج اب ومروان بابلو يعني قاعد يسوي شغل شغال يعني فهمت علي شغال اعلان موجود قصص موجود كولابس موجود ف يعني اتمنى الرابرز الثانيين يعني يستعملوه ككيس ستاديز يعني او كيس ستادي عشان يطوروا من نفسهم يعني والجو هذا عافيه او عيشه بعافيه ليتس جو